بالك شنو هي حظوظهم في بلوغ النهائي بالنسبه للاسبيرونس في الشامبيونز ليغ وليتوال والسي اس اس في كاس الكاف؟ معنا قيس عبيد، اهلا بك قيس. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا. منين مرحب قيس وشنو هي جمعيتك؟ شخصي بطبيعه قبل كل شيء تحيه كبار واجلال وتقدير لكافه جماهير السي اس اس امس، كي كانت اكزومبلير دخله كبيره برشا، جمهور معناتها دز مع الجمعيه معناتها الاخر يعطيهم الصحه في الاوقات الصعيبه. حتى الدخله كانت ممتازه برشا، زاد ريزلتا مطمنه، والسي اس اس عندها توت لي كاليتي معناتها باش تمشي للوجده في مدينه بوركان معناتها في المغرب باش مش ننتصروا غاديكا بالحق. راه انا عندي ثقه كبيره ياسر ان مش نمشيو للمغرب وباش ننتصروا. الفريق المغربي صحيح معناتها فريق باهي ولكن من فوق السي اس اس في حتى شيء، هو اللي اوبليجي باش يمشي يحل اللعب معناتها غاديكا في المغرب، وحنا عندنا ايكيب معناتها كونتر رابيد احنا نجموا ماركيو لهم فاسيلمون. تفرجت شويه زاد على الدمي فينال الاخر نتاع الزمالك ومنافسكم والاتوال. الحقيقة شفت زمالك معناتها فريق قوي برشا، متخيل معناتها حسب اللي ريتو البارح النهائي باش يكون ما بين السي اس اس والزمالك، وان شاء الله الكاف هذيا قدرة ربي ان شاء الله ما تبات كان في صفاقس، وكان ثم سوبر راهو باش يبات كان في صفاقس وعاش النادي الرياضي الصفاقسي. اي تفضلوا توا قيس، تواجهوا الاتوال ولا الزمالك؟ نعم تفضل تواجه في الفينال الاتوال ولا الزمالك؟ بالطبيعة نفضل نواجه الزمالك، ما فيش حتى كلام. علاش خويا؟ خلي النهائي تونسي تبات الكاس في تونس. لا انا نحيي زينا من النهائيات التونسية، ما تسالش كي يبدا نهائي صفاقسي مصري زاد مش خايب، زاد احنا اون بليس عاملين توأم مع الزمالك المصري، دونك يكون معناتها لقاء الاشقاء بالرسمي بين السي اس اس والزمالك، وبالطبيعة ان شاء الله السي اس اس هي اللي مش تهز الكاس ان شاء الله. باهي تشوف السي اس اس كانت في الذهاب تملكي اكثر، تسجل اكثر بونتويت، كنا نتهناو اكثر على الماتش الريتور. كنا نجموا نماركيو اكثر، الحقيقة الرزنامة نتاع الجامعة معناتها هاك تشوفوا في سياسة الميكيالين تعمل فيها معناتها مع الفرق. يا قيس يا قيس تو انا سالتك على ماتش باركين حكيت لي على الجامعه نتاعو، احنا معناتها باللي دوموند نتاعنا معناتها اللي ماتش نتاعنا يلزمهم يتلعبوا معناتها اللي ريتار ولا مش ريتار، دونك التعب اللي صار على الملاعبيه البريود هذه الكل هو اللي خلى روندمون تاع السي اس اس يمكن يطيح شويه، وامس بالحق معناتها حسينا شويه تعب في 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 اخر الماتش. الحمد لله معناتها 0-0 ريزلتا باهي، كنا نجموا ماركيو بونت سيلف في الدقيقه التاليه معناتها الباس نتاع مرزوقي كان تعديل الشوط كان يكون الهدف الثالث، ولكن ان شاء الله معناتها عندي ثقه كبيره ياسر في الجمعيه نتاعي ان شاء الله ان شاء الله باش تتوج في كاس الكاف. واضح، شكرا ليك قيس، ان شاء الله بالتوفيق للسي اس اس وكذلك للنجم الساحلي في كاس الكاف. معنا نذكر الساده المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725000 تعطيونا ارائكم حول الانديه التونسيه وفي مسابقات الافريقيه النتائج اللي حققتها وحظوظها في بلوغ النهائي لاسبيرونس ديتوال وكذلك السي اس اس. معنا شادي باش يحكي في الموضوع هذا، اهلا بك شادي. اهلا مرحبا، منين شادي وشنو هي جمعيتك؟ اذاعه اكسبريس اف ام وكل المستمعين اذاعه اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا. ايوه شنو هي جمعيتك شادي ومنين الساعة؟ انا من صفاقس وجمعيتي بيانسير النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه للماتش امس عجبني الماتش سيرتو معناتها الشوط الاول لون تايم ماتش كان باهي برشا من السي اس اس كيما المباريات اللي فاتت معناتها اللي حس من الصفاقسي في اي مقابله نتاع كاس الاتحاد الافريقي كان تذكر حتى ماتش كان زامبي ديما النص ساعة الأولى نتاع الماتش يحبوا الأولاد معناتها يعطيو كل ما عندهم، هيك علاش معناتها في كل ماتش نلاحظوا اللي في النص ساعة الأخيرة تقريبا التعب نتاع أول ماتش وتعب طبعا اللي بالصفر واللي بالرحلات واللي بالتسلسل نتاع المباريات في المدة الفرطة خلى معناتها النتفاق في النص ساعة الأخرانية ما تكونش على أحسن وجه، لكن الساعة الأولى نتاع الماتش عرفنا كيفاه نقطة الماتش. انا بالنسبه لي نتيجه 2-0 نتيجه مطمئنه ونتيجه ايجابيه، ومعناتها حقيقه معناتها قبل الماتش كي سمعت عن ناس بركان وسمعت عن الرئيس نتاعها وخفت شويه من التحكيم وكذا، لكن بعد مرور الشوط الاول معناتها احنا بينا جمهور حتى نحكيه في التريبين وكذا قلنا راهو الفريق المغربي مش كيما صوروه لنا قبل معناتها ستين كيبر نابل معناتها نجموا يربحوها ونجموا حتى في المغرب نعودوا بالانتصار. المهم الترشح ان شاء الله تو معناتها بنسبه 70% انا ولا بنسبه ولا حتى اكثر ان شاء الله اتمنى عليه، وان شاء الله الاولاد السنة يفرحونا بتيتر ولوزوس. ان شاء الله. شكون تفضل يا شادي في النهائي الزمالك ولا الاتوال؟
الحقيقة معناتها مش نحكي معك كمحب. أي. لأن تفرجت على الزمالك وضد الإتوال وتفرجت عليها في الدوري المصري معناتها أنا أي. ممكن ما يعرف ممكن تعرفنيش أنت والحامي معناتها معروف معناتها لدى الأوساط لأن متابعة برشا لكرة القدم. باهي. بالنسبة ليلي معناتها من المستحسن أن الساقسي يقابل الزمالك المصري. عليه. حاجتي أولا الزمالك بالنسبة ليلي معناتها الزمالك المصري من الناحية الفنية ومن الناحية الجماعية ومن الناحية الفردية أضعف النجم الساحلي، معناتها النادي الساقسي إذا كان واجه الزمالك حظوظه تكون أوفر برشا من الزمالك وزاد ضعف وزاد ضعف كي غاب عليه فرجاني ساسي برشا زاد. أي زاد ضعف وغياب فرجاني ساسي نحط عليه ديجا هو معناتها في الدوري المصري بعد ما كان في المركز الأول معناتها في شهرين التوالى توخر تو حاليا في تحت المركز الثالث. على بعد توا الثاني مازال الثاني ما الأهلي ناقص ماتش. الأهلي ناقص ماتش. باهي واضح شكرا شكرا لك شادي يعطيك الصحة. نمشيو للتليفون اللي بعده. قبل هذا نذكر كالعادة برقم الهاتف 71 725000 تحكيونا على حظوظ الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية لتوال السي اس اس والاسبيرونس 71 725000 هذا النمر اللي كلمنا عليه محمد. أهلا بك محمد. محمد وي مرحبا يا سيدي وبيك. منين محمد وشنو هي جمعيتك؟ جمعيتي نادي رياضي الصفاقسي. مرحبا يا خويا برشا صفاقسية تبعوا فينا. مرحبا محمد. عايشك فضلك. شنو حبيت تقول بالضبط؟ والله حبيت نقول اللي البارح سي سي لعبت مليح وان شاء الله في الرتور يكملوا كيما هكاكا ونتمنى للنجم الساحلي كيف كيف يترشح تولي هكاكا يقعد الكوب في تونس. الحمد لله لقينا شكون يحب نهائي تونسي خويا. ان شاء الله. وبالنسبة للإسبيرون ان شاء الله تعمل ماتش فيه مع مازال تي في مازال بي. وبالنسبة بربي فيما يخص الجامعة وقبيلة السيد يتكلم على رئيس الجامعة وواقف وكذا أنا نشوف اللي السيد هذا ما عطاش حق للنادي الرياضي الصفاقسي. والله يا محمد ماهوش موضوعنا اليوم هذا يا محمد. يا محمد. عطاه البوسيبيليتي باش ما تلعبش ماتش روتار وبالنسبه للسيس ما وافقش. يا محمد والله نوضك في حصه اخرى نحلوا الموضوع هذا ماهوش موضوعنا اليوم. عندنا برشا تليفونات نحبوا نسمعوا الناس الكل في الموضوع هذا. ديما قوسين وبرا. باهي شكرا ليك سيدي محمد يعطيك الصحه وبارك الله فيك. دونك نذكر سادة مستمعين 71 725000 وربي نحكيه في الموضوع متاعنا اليوم اللي هو حظوظ الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية لإتوال السي اس اس وكذلك الاسبيرونس. معنا خالد طلبنا على 71 725000. أهلا بك خالد. مرحبا خويا عايش كثيرا ومرحبا بكم من الصد. من صفيق الزيدة خالد. لا أنا من سوسة من أحباء النجم الرياضي الساحلي. مرحبا بك وبكل أهالينا في سوسة اللي حبوا النجم الساحلي. عايش كثيرا. شنو حبيت تقول؟ ظالي حفلتوها اليوم أنتوما في سوسة. والله مصلي على النبي بو جعفر مسكر والقنطاوي من القنطاوي حتى يكشف بو جعفر ابري حكايه 7 كيلومتر ما شاء الله. شفنا الفيديوهات وتصور ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا فرحه كيما هكاكا في النهائي نشوفوا الكاس في سوسه ولا في صفاقس ان شاء الله. تفضل باهي شنو حبيت تقول خالد؟ ان شاء الله حبيت نقول اللي نتمنى للجمعيات الثلاثه التوانسه باش نكونوا في الفينال ان شاء الله. الترجي في الشامبيونز ليغ وليتوال وسي اس اس في الفينال. وبقدرة ربي الإتوال هي بطل العرب وكاس الكاف هذا مازالوا فيه 4 عرب وبقدرة ربي في الرتور باش نربحوا الزمالك وان شاء الله ان شاء الله يا ربي حسبتها لوجيك انت ظهر لا ان شاء الله بقدرة ربي نقابلوا سي اس اس ونحن اشقاء نحن والسي اس اس مش سي اس اس والزمالك فهمتني وبقدرة ربي نحن باش نربحوا سي اس اس ونهزوا التيتر ولوسونسييل يقعد في تونس هذا اللي نتمناه. معناها تفضل يجيكم السي اس اس خير من يجيكم نافذ بركان هكا. اي بقدره ربي هي ربحتنا الي وروتور في في في, في البول وبقدره ربي نحن نربحوها في الفينال وما فيها باس راهو حتى كان هزوا السي اس اس نفرحوا لهم اما بقدره ربي نحن اللي توال ما عادش يوقفنا حتى حد. باهي باش نسالك محمد على التعبي نجم يقلق شويه اللي توال ولكن قبل هذا نحب نفكر بالنمره نتاعنا 71 725000 تكلموني عليه. التعب قلت لك محمد نجم ياثر على اللي توال تقريبا كل ثلاث ايام ماتش البريود الاخر هذه كل. تعب بالنسبه لنا نحن في النجم الساحلي ما عندنا في كتيف ما شاء الله اللي يحضر يعوض اللي معناها سواء عنده كارت سواء معناها عنده كيما نقولوا نحن اصابه
عندنا افكتيف قوي ما شاء الله، والبارك نتاع النجم الذي الساحلي يعجب اللاعبين وما يقلقوش الحكايه هذه. وشفتوا ديجا في الفينال معناها فهمتني، كنا في الدمي فينال هذا الاخراني كنا نجم نخرجوا بتعادل بينالتي ما تواناش والله غالب وكاو، اما بقدرة ربي في الروتور محضرين روحنا كم يلفو وان شاء الله ان شاء الله نربحوا اقل حاجه 2-0. باهي تشوف نفس التشكيله في سوسه لازم فما تغييرات؟ لا فما شويه تغييرات، يعني تصور عمار جمال مشاه بالتيتيلير بلاص شكون فهمتني في بلاص شو اسمه الافريكان كوناتي ان شاء الله. اي كوناتي ان شاء الله خاطر عمار جمال مازال يحس بشويه وجيع، اما اكيد رجيل المال يعرف شو يعمل، يعرف شو يعمل ويعرف تكتيكمون كيفاش يوقف الزمالك وكيفاش ينجم نربحوها بقدرة ربي. وعنا جمهور كبير كبير برشا وبقدرة ربي اللعبة في سوسة، اللعبة في سوسة هي بقدرة ربي نورمالمون تاهي وافقونا على التنظيم ان شاء الله. بالضبط تشوف لازم تلعب الاتوال بثلاثة في اللاكس ولا برشا على ماتش تحب تفوز فيه؟ لا 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 نحن الاتوال هذه تو خذات سيستم تلعب ثلاثة في اللاكس وعندنا زاد أجنحة معناها على طراز عالي وبقدرة ربي عنا فهمتني في الفلوس بن عمر كالعادة. محمد أمين محمد أمين غايب أرجح باش يغيب على الماتش غايب، فما شك كبير باش يكون غايب، أما فما شكون يعوض راهو في ليتوال بقدرة ربي ما تقلقش روحك من الناحية هذه، بقدرة ربي نهار لحد باش نكونوا حاضرين وباش نربحوا وباش نواجهوا إن شاء الله السي اس اس اكيد. وهذا اللي نتمناوه. مالك بعايو اكيد لاعب عنده لاعب شاب عنده خبرة ينجم يعوض أمين كما يلزم هكا ولا ان شاء الله؟ اي ان شاء الله سوى بعي وسوى شو اسمه مثناني مثناني ما شاء الله زاد حاضر. شكون تفضل انت يكون موجود؟ والله بعي وش اسمه مثناني واضح تو ديجا في الاوج العطاء نتاعو. شكرا ليك يعطيك الصحة. نذكر السادة المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725000 ولو انه مازال تليفون واحد باش نكملوا به الحصة نتاعنا تقريبا مازال دقيقة ونص على نهاية حديثنا سبور اليوم اللي تناولنا فيه موضوع الأندية التونسية نتائجها في المسابقات الإفريقية. نذكر الإسبيرونس كان فاز 1-0 على مازيمبي الكونغولي بهدف يوسف البلالي، سي اس اس فازت 2-0 على نادي نهضة بركان المغربي هدف على الدين المرزوق وحمزة المثلوثي من بينالتي، وكذلك النجم الساحلي كان هزم ضد الزمالك المصري في مصر 1-0. نكملوا مع التليفون الأخر في حصتنا اليوم، موجود معنا خليل بتليفون. أهلا بك خليل. خليل وي نسمع فيك مرحبا بك. مرحبا بك خليل. منين خليل وشنو جامعتك؟ من بجاز الباب جامعه الترجي الرياضي التونسي. مرحبا تفضل خليل شنو حاب تقول؟ الترجي دوله هذه فني الكلمه الاولى فني بحول الله السنة فني الامور باش تمشي 5-5 ومعين في الصحه وناس كلها شاكه في واحد بلاش فهمني معناها فني بقدره الاله فني غديك باش نمشي وننتصري والامورنا باش تمشي 5-5 فني وان شاء الله ليتوال تفرح وان شاء الله السياق تفرح وجمعيات الكل معناها فني مريقله وقدره الاله فني تكون فرحه تونسيه. دونك تحب جمعيات كل تونسيه ترشحها هذا اللي مساج متميز هذا. اي نحب جمعيات رغم اللي بديت لي بكلمه قويه برشا ترجي دوله. فني عجبت معناها فني برشا معناها فني فما شويه معناها من جماعه السياق معناها معناها ما يذكروش معناها جمعيات الكل مو بون كل واحد يحكم على رايه ونفسه معناها فهمت كيف. اما فني بالنسبه للعبد لله معناها كانسان يحكم على نفسي ماذا بيا ليتوال عندي صحابي سواحليه عندي صحابي سفاقسيه فهمني ترجي ديما تبقى هي الاولى ترجي ديما دوله بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشامبيونز ليغ تونسي وان شاء الله الكاف تونسي ان شاء الله وان شاء الله السوبر يكون تونسي ان شاء الله. هذا نتمناوها بالطبيعه اكيد وصلنا 9 نتاع الليل لكن ما يسالش بايجاز نعول على الايجاز نتاعك على الفصحى نتاعك كيف كيف عماد نكملوا معاك انت. السلام عليكم. مرحبا بك شنو هي جمعيتكم منين عماد؟ الاستيراد. باهي ايجاز شنو حبيت تقول عماد كملنا خاطر الحصه نتاعنا اليوم. والله ان شاء الله نتمنى ترجي يفوز شامبيونز ليغ. ونتمنى لك نهزة الاتوال البطوله العربيه. انت اخوات تتعدى كيف كيف نادي الصافي كذا نادي الصافي ان شاء الله يا رب.
ميسيش مش مشكل تهز ايتوال، يعطيك الصحة عماد، تهز ايتوال وتهز السياسيس، المهم اللقب يبقى في تونس. هكا نكملوا حديثنا سبور لليوم، اكيد نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 8 ل 9 على اكسبريس اف ام، وكيف كيف نقابل نهار السبت في زون ميكس من 4 ل 5، وبقية الاسبوع 3 ل 4 ل 5 يجيكم بقية زملائي انيس السحباني ومحمد الهادي بولعابة في حديثنا سبور، في مواضيع اخرى اكيد تنجموا تعبروا على الاراء نتاعكم على 71 725 في ليلتكم زينة. الناس الكل اجمل تحيات، اسلام المدبّ.